السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل وصفة جميلة جدا جدا بجنيه واحد بس، هتقضي كده على تشققات القدمين وهتلاقي رجليكي ناعمة زي الحرير، وكمان هتبقى تدي كمان لون وردي وهيبقى شكلها حلو جدا. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. الوصفة دي حلوة جدا جدا، تابع معايا كده الفيديو للاخر، ومش تنسي تحطي اللايك والاشتراك طبعا لو المحتوى بتاعي عجبك. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. هتجيبي كيس فوار من ده، الفوار دوت بيتباع في اي صيدليه، خدي كده سكرين واسالي عليه في اي صيدليه موجود. الكيس الواحد بس بجنيه واحد بس زي ما انت شايفه كده. هنفضيه في اي طبق عندنا اهو، تمام جدا كده. فضينا المكونات بتاعت الكيس كلها في الطبق، وبعدين هنعصر كده ليمونه كامله على الفوار اللي احنا حطيناه زي ما انتوا شايفين. طبعا الفوران ده والشكل ده احنا محتاجينه جدا جدا كتقشير لكعوب الرجلين، علشان كده كعوب الرجلين عندنا تبقى ناعمة وجميلة، وكمان ما يبقاش فيها اي تشققات. تمام جدا كده، هنعصر عليها ليمونة كاملة وهنقلبهم كده مع بعض. وبعدين هجيبي بقى فازلين او هجيبي اي كريم مرطب عندك، ممكن تجيبي اي كريم مرطب عادي خالص بديل للفازلين ده او ده اللي متوفر عندك هتحطيه. هجيبي كده معلقة صغيرة مليانة وهتحطي على المكونات اللي احنا حطيناها، احنا حطينا الليمون والفوار بس كده. هنجيب كده المعلقة بتاعت الفازلين وهنقلب كده كويس جدا جدا مع بعض لحد ما نحس ان الفازلين عندنا يعني داب شوية مع المكونات اللي موجودة. هو طبعا لو انتي سخنتيه على النار هيديكي نتيجة احسن، بس يعني سواء كده ولا كده احنا يعني برضو هنعمله بالمعلقة كويس. وهتجيبي كده معلقتين، حوالي معلقتين من الكركديه، ده طبعا كركديه انا كنت نقعاه، عايزة تعمليه تنقعيه عادي خالص، عايزة تغليه على النار برضو مش مشكلة، اهم حاجة بناخد منه معلقتين بعد ما بينزل اللون الاحمر اللي موجود فيه. وبعدين هنقلبهم طبعا برضو مع المكونات اللي احنا حطيناها اهو، تمام جدا كده. وبعدين هنجيب معلقة واحدة بس من النشا، طبعا المكونات اللي انا بقولها دي كلها موجودة عندنا في البيت، هي الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة هي الفوار اللي احنا هنشتريه من بره بجنيه، انما بقى الفازلين والنشا والكلام ده كله والكركديه والحاجات دي كلها بتبقى موفرة في البيت، يعني مش مستاهل خالص ان انتي تجيبيها او هتكلفك اي حاجة. حطينا كده معلقة من النشا وهنقلب كده المكونات دي كلها مع بعضها، وهتحطي بقى كده الخلطة الجميلة دي على رجليكي طبعا من بالليل، وهتلفي كده رجليكي بستريتش او بكيسة وهتنامي بيها، وهتصحي الصبح طبعا لو انتي نازلة او كده ممكن ان انتي تغسليها كويس، لو مش نازلة بتسيبيها حتى يعني شوية كمان بعد ما بتصحي، وبعد كده بتشيلي الكيسة او ورقة الاسترتش وتغسلي رجلك كويس. طبعا الكركديه اللي احنا حطيناه هيدي لون وردي وجميل جدا لرجلك، والمكونات اللي احنا حطيناها هتخلي اي تشققات عندك تبقى يعني تطيب وتخف بسرعة جدا. طبعا الموضوع دوت لو انت عندك التشققات شديدة على رجلك ممكن ان انت تعملي الموضوع دوت يوميا، طبعا بعد ما بتغسلي رجلك كويس جدا بالحجارة البلدي العادية خالص بتاعتنا، بعد ما بتغسلي رجلك كويس جدا بتحطي برضو ورقة الاسترتش وان شاء الله النتيجة هتبقى فوق الروعة. لو المناكير وقع على السجادة ما تقلقيش خالص، تعالي هنشيله بكل سهولة زي ما انت شايفة كده، هنوقع شوية كده منه وهنقفله ونحطه على جنب كده، وتعالي بقى نشوف هنعمل معاه ايه. هنجيب كده شوية ملح صغيرين وهنفركهم كده على السجادة زي ما انتوا شايفين كده، هتطلع بقى شوية كتار من المانيكير معانا زي ما انتوا شايفين كده، هنحطهم بقى في جاروف هنلمهم كده، وبعدين هنحط شوية مية ببريلو وبالفرشة وهيطلع معاكي في ثانية. الدراسة جاية والمواقف المستفزة من عيالنا هتزيد جدا الفترة اللي جاية دي، بالذات لو لسه بيتعلم الكتابة والقراية. من ضمن الحركات المستفزة اللي بيعملوها بيسيبوا المذاكرة خالص ويدنهم يبروا بالقلم بالطريقة دي لحد ما يخلصوه، ويبقى لحد نصه كده او لحد ربعه. لو انت مش عندك في بيتك غير القلم دوت وحابة ان انت ابنك او بنتك يكتبوا الواجب، هقولك بقى على فكرة حلوة جدا، هتقدري ان انت تخليه يكتب الواجب بالقلم الصغير خالص ده زي ما انت شفتي كده. هتجيبي اي قلم جاف عندك وهتفكي كده القلم الجاف وتطلعي كل الحاجات اللي جواه، وهتحطي القلم رصاص في القلم الجاف بالطريقة دي، بالطريقة دي القلم هيطول ويعرف يكتب بيه بكل سهولة. فكرة حلوة جدا، جربيها هتعجبك.